فيكم تشوفوا المريضة هلأ، بس ما لازم تتعب أبدا. لا تقلقي، ما رح نتعبها. الأحسن أني استناكم هون. مثل ما بدك بنتي. ألف الحمد لله على سلامتك. ما على قلبك شر، خوفتينا عليكي كتير. عن جد خفنا عليكي، أنا لما شفتك غميتي كنت رح موت من الخوف. لو ما شافتك الست ولاي ما منعرف شو كان صار فيكي. الله لا يقدر لو تأخرنا لجبناكي على المشفى. بكفي فيدان، أنا منيحة خلص، حاش تبكي. بنتي تولاي يكتر خيرك على اللي عملتي. الله يحميكي بنتي. استغفر الله، المهم انت منيحة والباقي مو مهم. كأنه في شوية برد، رح سكر الباب مشان ما تاخدي برد. اشربي هي. لا خليها لك. وين امي والكل؟ هنن فاتوا لعند عمتك. يلا حاج زعل، عمتي منيحة. وانت؟ انت منيح؟ مو منيح. ستي كانت تقول لما ما تكون منيح رفقاتك ما لازم ينبسطوا. لو سمحتي سيروم المريضة خلص، فيك تشوفي؟ أكيد. أمير، عمتك ناطرتك. يلا تعي. روح أنت. عملنا الإجراءات الضرورية وما في أي مشكلة، ممكن نخرجها اليوم، بس بصراحة لازم تبعد عن التوتر والزعل قد ما بتقدر. مشان هيك بعد إذنك بدك تحاولي ما تعصبي أو تزعلي ست قدرية، هالشي كتير مهم بالنسبة إليك. أمير بيك، فينا نحكي شوي بعد إذنك؟ طبعا، رح انتظرك بغرفتي. سمعتي الدكتور عمتي؟ طمني انت منيحة. ايه سمعته ابني، وان شاء الله تكون انت كمان سمعته. يلا جهزوا حالكم، رح احكي مع الدكتور وارجع. تفضل عود.
ما كان بدي أحكي جوا. طلعت نتائج الفحوصات وللأسف الأخبار ما بتسر أبدا. مثل مو مبين قلب عمتك ما رح يقدر يتحمل أكتر من كم شهر. شو قصدك دكتور؟ عمتي قالت لي إنها مريضة، بس يعني أنا ما توقعت يكون وضعها سيء لهالدرجة وإنها عم تعد أيامها. طيب نحن ما فينا نعمل شي دكتور؟ أكيد في حل، مستحيل. عمتك لحد هلأ خضعت لكل العلاجات الضرورية ومن جهتنا عملنا كل شي فينا نعمله، بس ما فينا نوقف تضخم القلب أمير بيك. بالنسبة للعمل الجراحي فلا عمرة ولا حالة قلبك بيسمحوا بهالشي. كل اللي فيك تقدم لي إياه هو إنك توفر له بيئة هادية لآخر أيامه. للأسف ما حدا فيه يعمل أكتر من هيك. لازم تكون بعيدة عن التوتر والزعل وتكونوا حريصين على هالشي قد ما فيكن. مثل مو مبين قلب عمتك ما رح يقدر يتحمل أكتر من كم شهر. كل اللي فيك تقدم لي إياه هو إنك توفر له بيئة هادية لآخر أيامه. مثل مو مبين قلب عمتك ما رح يقدر يتحمل أكتر من كم شهر. شو قال لك الدكتور؟ حالته خطرة؟ عم تموت، باقي لك كم شهر. أمير، ابني شو قال لك الدكتور؟